بسم الله الرحمن الرحيم. الثروة الحيوانية في مصر مهمة جدا على فكرة. ايه أهميتها؟ أولا هو البروتين اللي بيعتمد عليه الإنسان في بناء جسمه، اللحوم. إذا كانت بقى بنتكلم على الماشية أو بنتكلم على الدواجن أو على الأسماك، بتدور على البروتين. وليه أهمية أخرى هي اقتصادية، لأن أي عجز عندك في البروتين اللي معروض فيه الأسواق بتضطر الدولة ان هي تستورد من الخارج، وعملية الاستيراد هي عملية مكلفة جدا بالنسبة للنظم الاقتصادية. انت بتستورد بالعملة الصعبة. طيب مصر في تحدي كبير جدا بيقابلها في الثروة الحيوانية وخصوصا الماشية، ان احنا لا نمتلك مراعي طبيعية، ما عندناش هذه الميزة النسبية. في دول كثيرة ودول جوار عندها مراعي طبيعية، والمراعي الطبيعية بتوفر غذاء طبيعي للماشية اللي موجودة بدون أي عناء أو تدخل من الإنسان، هو بيقوم بالمتابعة والرعاية والحراسة فقط. وهي فيها ميزة أخرى إن هي بتوفر برضو الأمان الحيوي، في بعد من الأمان الحيوي، في براح وفي تنقل من أماكن لأماكن، في تهوية جيدة. لكن في مصر النظام مختلف تماما، أنت بتتكلم على العنابر المغلقة، بتتكلم على المزارع، بتتكلم ان انت لازم يكون عندك برامج تحصينات ثابته لبعض الامراض اللي هي تعتبر امراض وبائيه علشان ما تهاجمش الثروه الحيوانيه بتاعتك. بتعتمد على التغذيه المصنعه او مركزات الاعلاف، وكنا الاول بنعتمد على الاعلاف الخضراء وكنا ناجحين جدا على فكره، ناجحين في ان احنا نوفر ارخص كيلو لحوم، ناجحين في ان احنا نوفر اجمل مذاق، لان انت بتتكلم على تغذية خضراء وفي فيها نوع من الصحة والحيوية للإنسان والحيوان نفسه. مع مرور السنين وتفتت الحيازة والتنافس ما بين المحاصيل المختلفة، ابتدينا نشوف مساحات الأعلاف بتتراجع، وبقينا نتجه للاستيراد الأعلاف من الخارج. يعني احنا كانت مشكلتنا ان احنا مش عايزين نستورد لحوم بشكل كبير، طب انا بدل ما هستورد لحوم طب هستورد أعلاف. يعني هو ده البوابة الوحيدة. يعني انا لما بتقابلني مشاكل ما اعرفش احلها الا لما هستورد من الخارج، ما اقدرش انفذ بعض المعاملات داخل بلدي في ارضي بنفس الامكانيات المتاحه انتج منها اعلاف. العام الماضي ابتديت اناقش الملف ده، دور الاعلاف الخضراء في تنميه الثروه الحيوانيه، ونظرا لاستجابه حضراتكم والمردود الجميل اللي احنا شفناه كملنا. بدل ما هي كانت مجرد حلقه عابره اصبحت سلسله من الحلقات، أصبحت سلسلة من النقاشات والحوارات الجميلة مع حضراتكم، وإقبال من المزارعين على أن هو يدور على الأنواع الجديدة من التقاوي للأعلاف الخضراء اللي بيوفرها مركز البحوث من خلال وزارة الزراعة. النجاح ده انعكس على أرض الواقع، وبقى فيه مزارعين بدل ما هو كان بيدور على أعلاف عشان التغذية وهو راجل كمان منتج ألبان، لا النهاردة بقى بيزرع أعلاف وبيبقى بيتاجر في الأعلاف للمربيين اللي موجودين في منطقته، فبقى عنده استفادة متعددة. النقطة اللي أنا عاوز أقول عليها إن أنا النهاردة بقى عندي محاصيل بركز في زراعتها عشان أفيد الأرض، بركز في زراعتها قبل الموسم الشتوي علشان لما أدخل الموسم الشتوي وأزرع قمح يبقى الأرض عندي فيها نسبة تسميد جيدة تزود لي إنتاجي من القمح، فيبقى أنا كمزارع بكسب مرتين. التقاوي دي موجودة؟ أو موجودة فين؟ في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في قسم الأعلاف. هتقولوا لي طب ده في الجيزة، هقول لكم لا، بفضل جهود علمائنا دكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الدكتورة أمل حلمي رئيس قسم الأعلاف، والدكتور مصطفى عبد جواد الأستاذ المتفرغ بقسم الأعلاف في معهد المحاصيل الحقلية، ابتدوا يتواصلوا مع المزارعين على مستوى الجمهورية. لو أنت محتاج تقاوي الأعلاف وشايف إن إحنا بعيد إن إحنا نقدر توصل لنا، لا إحنا بأي طريقة من خلال الإرشاد الزراعي، من خلال جهود علمائنا المتطوعين يتواصلوا معاكم ويوصل لك الأعلاف، ده حصل. هنكمل النهاردة دور الأعلاف الخضراء في تنمية الثروة الحيوانية عشان نعرف إحنا في أي وقت من الموسم الوقت ده إيه المطلوب فيه، خصوصا في درجات حرارة مرتفعة، نجهز روحنا للزراعة القادمة، نشوف إيه الأصناف اللي بيوفرها القسم. منورة دكتور مصطفى. دكتور مصطفى عبد الجواد أستاذ بقسم بحوث الأعلاف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، بتشرفني دايما يا دكتور. أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين.
الإجهاد واضح على حضرتك. لا انت لا انت, انت دايما بشوفك مع المزارعين من محافظة لمحافظة. الحمد لله ربنا يوفقك. الله يكرمك. الوقت ده من الموسم ايه اللي موجود عندي من الأعلاف داخل الأراضي الزراعية؟ الوقت ده من الموسم يعني احنا حاليا دلوقتي بنجهز الأرض اللي هو بعد ذرة بدري ورز بدري، نزرع الأرض اللي هتروح غلة أو قمح بعض المزارعين ياخد برسيم فحل. برسيم الفحل ده يزرع من 15/8 20/8، بياخد 70-80 يوم في الأرض، بيديني حوالي من 20-25 طن أخضر، بالإضافة ل 20-25 طن أخضر دول يديني 4-5 طن دريس عشان المادة الجافة فيه 20%. دي طبعا كمية لا يستهان بيها، 5 طن دريس في 3000 جنيه ب 15000 جنيه في 70 يوم ولا في 80 يوم. فطبعا بالإضافة إلى أنه بينظف الأرض قبل زراعة القمح زي ما حضرتك قلت، و 25 طن أخضر أو 25 طن أخضر أو 5 طن دريس، 20 طن أخضر أو 4 طن دريس. يعني بيضرب ده أو ده. ده أو ده بيضرب الكمية بتاعته في 20% مادة جافة، لأن البرسيم الفحل تفرعه من أعلى. نحدد نركز، خلي بالكم من الجزئيه دي يا جماعه. انت زارع رز بدري او ذره بدري فانت قربت تحصد، قدامه قد ايه على الحصاد تقريبا؟ يعني اللي زارع ذره، في ناس حصدت الذره وخاصه اللي بيعملوا ذره للسيلاج، تمام، فحصد الذره فيجي يجهز الارض بتاعه، يجي ياخد التهاوي. الرز قدامه 10 ايام ولا 15 يوم، الرز البدري ممكن ياخد. في ناس بتزرع عباد شمس، المحاصيل النقدية الأخرى برضو اللي قدامه 10 أيام 15 يوم يقدر يزرع برسيم فحل لحد أول 9. الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده الميعاد الأنسب للزراعات المبكرة اللي تم زراعتها وهنحصدها أو حصدناها زي الذرة. ده الوقت المناسب عشان نزرع برسيم فحل. في 70-80 يوم هيبقى عندي يا إما 25 طن أخضر يا إما من 4-5 طن دريس. دكتور مصطفى بيقول لي دول قيمتهم 15000 جنيه في خلال ايه 80 يوم. 80 يوم وبينظف الارض، وبينظف الارض للارض ازوت. يعني اللي بيزرع قمح بعديها بيوفر له شقاره ازوت، بيزود الانتاج القمح او الغله، بيزيد من الفدان، بيزيد من 2-3 ردب او 4 ردب على حسب التقرير بتاع الحمله القوميه. طيب، علشان السنه اللي فاتت او الموسم الماضي في مزارعين عاتبونا قالوا لنا انتوا بتقولوا لنا المعلومه دي واحنا خلاص زرعنا القمح. لا، احنا هو بقول لك من قبل لما تفكر هزرع القمح امتى، بقول لك الوقت اللي انت فيه ده الناس اللي زرع زراعات مبكره عنده ذره او عنده ارز او عنده دوار شمس وخلاص هيحصد، تعالى ازرع برسيم فحل علشان في خلال ال 70-80 يوم دول هيبقى عندك 15000 جنيه. مش هقول لك يبقى عندك بقى يا اما دريس او 25 طن اخضر، هحسبها لك اقتصاديا. 70-80 يوم دول الارض بتبقى فاضيه فيهم، ما بنبقاش عارفين نستفيد بيها ازاي. فانا بدل ما اقعد استنى علشان اشوف هزرع لسه القمح امتى، استفيد وهخصه بالتربه. حضرتك بتقولي ده هيزود الازوت في التربه، يزود الازوت عشان العقد البكتيريه اللي موجوده في البرسيم بتفضل في التربه. طيب، فبينظف التربه وبيخصبها وبيزود الانتاج بتاعها. احكي لي بقى البرسيم الفحل مميزاته ايه، خواصه، طريقه الزراعه. البرسيم الفحل يعني مميزاته عديدة جدا. أولا بياخد كمية تقاوي أقل من المسقاوي. التجهيز الفدان محتاج قد إيه تقاوي؟ يعني بيحتاج من 15-18 كيلو. الكيلو كام يا دكتور؟ ب 40 جنيه. ب 40 جنيه؟ يعني حوالي 700 جنيه تقاوي. 700 جنيه تقاوي. بسمده؟ بيتسمد، عاوزين شكرتين سوبر، مش لا أكتر ولا أقل. شكرتين سوبر؟ شكرتين سوبر. دول بكام؟ ب 500 جنيه؟ الشكرتين صبر ب 200 جنيه او ب 250 جنيه. يعني قول يبقى كده ادي 1000 جنيه تقريبا. ما انا بقول لحضرتك 200-250 جنيه على الاقصى. تمام. الصبر وبياخد رشه ان بي كي، ورشه كمان علشان لو الارض فيها بزجران عشان لو عنده حمول وبتاع ودرجه الحراره مرتفعه ما يظهرش، يبقى ما فيش اي حاجه. وبعدين البرسيم مش محتاج اي مقاومه ولا اي علاج زي اي محاصيل اخرى، وكل شويه ارش ارش ارش، مش محتاج. يعني المحاصيل الاعلاف الخضراء دي من انجح المحاصيل للمزارع ومن اكسب المحاصيل للمزارع، وهي الاقتصاد بتاع المزارع. ولولا كده يعني شوف 15 يعني 70 يوم بيدينا 15000 جنيه، قول من 12-15، هات لي اي محصول هيديك في الثلاث شهور 10000 جنيه.
مش هتلاقي. ومش اي ثلاث شهور، ومش اي انت بتتكلم على ثلاث شهور ميتين خلاص يعني لو سابهم مستني. ايوه لو سابهم الارض هتعفش وهتخلي حشايش والى اخره ومش هيستفاد بيها. فثلاث شهور فمحاصيل الاعلاف دي غايه في الاهميه، وخاصه مربي الانتاج الحيوي. يعني هو انا بحسبها اقتصاديا احنا عندنا اكتر من ميزه. اولا انا بعمل تنميه للثروه الحيوانيه بافضل انواع الاعلاف، دي حاجه ده الاساس اللي عندي، ان انا عايز اوفر غذاء للحيوان عشان يبقى عندي وفره، يبقى ثبات في الاسعار، يبقى في كيلو بروتين احمر موجود للمستهلك يتناسب مع الذوق ويتناسب مع الجيب الاثنين. النقطه الثانيه ان انا الارض عندي في الفتره دي هتبقى ما فيهاش اي محصول، انا خلاص حصدت الزراعات المبكره اللي عندي وقاعد مستني عشان اجهز نفسي للزراعات الشتويه اللي معظمنا بنبقى مفكر في الغله. فدلوقتي انا بحسبها اقتصاديا مع الدكتور مصطفى 15000 جنيه او 12، قال لي من 12 ل 15، والتكلفه بتاعتي مش هتتعدى ال 1000 1500 جنيه بالري، يعني بالري بتاعنا بكل مصاريفنا هو ده اللي انا هصرفه. يبقى انا استفدت بستين، استفدت ان انا خصبت التربه عشان المحصول اللي جاي اللي هو الغله ده بيعود عليه النفع، وبالدليل ان الحمله القوميه للقمح اشتركت معاكم كقسم الاعلاف في زراعه البرسيم الفحل. البرسيم ازاي يا دكتور قبل القمح؟ يعني بيعملوا ايه؟ يعني هم عاملين حمله قوميه للقمح، ففي الحمله القوميه دي مبنيه اساسا على البرسيم الفحل، ان هو بيجيب الحقول الارشاديه بتاعته عشان تبقى ناجحه ومية مية في وسط الحقول الاخرى، فبيزرع قبلها برسيم فحل، فبيديهم البرسيم الفحل كمنحه مجانيه بحيث انه يشجع المزارع انه يزرع برسيم فحل قبل قمح. فطبعا ده بيزود الانتاج. تبص تلاقي الناس اللي بتجيب 30 اردب و28 اردب تلاقي مع الزرع بقولي قبل النجيلي، فبيزرع فالبرسيم الفحل ده اساس عنده، فهو بياخده مننا كل سنه 10 طن 15 طن للحمله القوميه، وبعدين بيوزعوهم على المحافظات طبقا للسياسه الصنفيه بتاعتهم او في المحافظات اللي هم مشتركين فيها، بالتعاون مع برضو الباحثين في قسم بحوث العلف عشان بيروحوا ياخدوا القرايات وميعاد الزراعه، هو عالج بالبكتيريا ولا لا، رش جرعه تنشيطيه ولا لا، الحاجات دي على اساس ان احنا الاثنين واجهين لعمله واحده، يعني القمح والبرسيم ده معهد واحد صح. وكل الاقسام متعاونه مع بعضيها. ممتاز. طيب استاذ سيد من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سلام الدكتور مصطفى عبد الجواد. الله يسلمك يا حاج سيد. انا عندي برسي، عندي رز اللي هو الرقيع ده 178، يعني هتصد على هنضم يعني على 25/8 كده. عندك رز هتضمه 25/8. تمام. ممكن نزرع مكانه برسيم فحل؟ ممكن تزرع مكانه 25/8، ممكن تزرع برسيم فحل لحد 10/9. طب هنخرط الارض مكان الرز ولا عجل كده؟ لا لا ما تروح، يعني شوف اذا اردت ان تطاع فامر بما هو مستطاع. انت لازم تخدم الارض خدمه كويسه، انت لو سبت الارض جلت كده مكان الرز هيأخر والإنتاجية هتبقى ضعيفة، عشان طبعا الرز بياخد كمية من المية كبيرة لا بأس بها، فيخلي الأرض صامة، فانت لما تحرضها وتديها شويه سباخ قليلين كده عشان خدمه القمح، كانك بتخدم للقمح، هتاخد محصول برسيم وهتاخد محصول قمح. ما بحطش سباخ عشان الارض فيها ملوحه، انا بحط سوبر. حط سوبر ما فيش مشكله، بس حرط للارض، فتح الارض كده مسام الارض وحط سوبر. نحط سوبر قد ايه يا دكتور؟ حط في الحاله بقى دي ان ما يعني حط لي ثلاث شكاير اربع شكاير على قدر المستطاع، عشان ده هيخدمك في القمح. لا انا احط ست، حط 6 7 عاد. انا يبقى كتر خيرك، يبقى كويس قوي، ولو عندك جبس زراعي يبقى افضل وافضل كمان. بحط الجبس الزراعي، بجيب للقدام طن جبس زراعي. ايوه يبقى كده كويس، وربنا يكرمك ان شاء الله. خلي بالك التجهيز ده هيفيدك في القمح كمان، مش للغله مش للبرسيم فقط. يعني فاهم، بجيب التوامن فين يا دكتور مصطفى؟ تاول برسيم دي بقى نقطه الجد. تاول برسيم دي عند حضرتك في الشرقيه، تروح كفر الحمام في الدكتوره هند حسن، هو اكتب حضرتك اسمك عندها وهي تجيب لك التاول حديك، او تروح الارشاد الزراعي في الشرقيه، برضو احنا متصلين وبعتين فاكسات لكل الارشاد الزراعي على مستوى الجمهوريه في كل المحافظات، طلباتكم ايه من البرسيم الفحل، طلباتكم ايه من البرسيم المسقاوي، الاصناف طبقا للسياسه الصنفيه، الصنف ده بيتزرع في المحافظه دي والصنف ده بيتزرع في المحافظه دي، فاحنا موفرين كل التقاوي في كل المحافظات، يا في الارشاد الزراعي يا اما ان كان جنبك محطه من محطات البحوث. يعني انت عندك كم فدان؟ هتزرع كم فدان؟
هتزرع؟ انا تبع مركز شاووش، مش عامل جاب محطات سخ ولا حاجه كده. يا حاج سيد اتفضل. هتزرع كام فدان؟ انا هزرع حوالي فدانين الا ربع كده. فدانين الا ربع؟ اه. انا بقى كل الكلام الدكتور مصطفى ده قاله على عيني. انا هديله رقم حضرتك يكلمك بعد الحلقه لغايه لما اطمن ان التقاوي جات لك. ماشي يا خلاص دكتور مصطفى. لا لا ماشي تمام يا حاج سيد. لو 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 ده بيك الوقت خالص وما لقيتش اي تصرف لا من الارشاد ولا من محطه البحوث بتاع كفر الحمام، اتصل بينا وانا اقول لك ادفع حواله بريديه ونبعتها لك لحدك في اي مكان. كلمه دكتور شحن. مصطفى بعد الحلقه. عايز تسال على حاجه ثانيه يا حاج سيد؟ دكتور مصطفى نعم. الفدان واخد كام كيلو؟ الشكارة 20 كيلو. الفدان كام كيلو؟ الفدان اديله 18 كيلو. 18 كيلو ما شاء الله. شكرا لك. اشكرك يا حاج سيد. الناس عايزه التقوي توصل لها، لان زي ما حضرتك عارف احنا دلوقتي في كورونا ومش عايزين الناس تروح لاماكن فيها ازدحام ومش عايزين حد يسافر. فالارشاد النهارده ايه البروتوكول اللي تم او الاتفاق اللي تمت ما بينكم؟ علشان كده الظروف اللي حضرتك بتقول عليها دي احنا بعتنا فاكسات لكل الارشاد الزراعي على مستوى الجمهوريه. في كل مديريه زراعه بعتنا، ومديريه الزراعه تبعها المراكز. فهو يجي ياخده وبياخدوه اجل لما بس يدينا الكميه، لو هو عاوز كذا 5 طن 10 طن ياخدوه ويبيعوا ويجيبوا الفلوس. تمام. وبياخدوا كمان حافز على التوزيع، يعني هنعمل ايه اكتر من كده. الحاجه الثانيه محطات البحوث اللي جنبيه، محطه بحوث كفر الشيخ، الجميزه، ستس، الصباحيه، اي محطه تبع البحوث بنبعته عليها. اللي بتعصر الامور خالص لا ده ولا ده، في الشيخ علي درويش يبعت حواله بلديه باسمه، وهو هنا في الجيزه بقى هنا في الجيزه في والراجل بيتفضل انه ياخد ايه في اي مكتب شحن يبعت له على المحافظه اللي هو فيها. ده مجهود يعني، يعني مجهود. هنعمل ايه اكتر من كده عشان احنا مش عارفين مطالبين بيه ده؟ خدمه انتوا بتوفروها، خدمه علشان احنا حاسين بالمزارع، عاوزين نخدم الناس كلها. عايز اقول لحضراتكم احنا الهدف ما هوش تجاره اعلاف. ده ما فيش هامش ربح هيدخل للدكتور مصطفى او للمعهد، بالعكس ده مجهود لنشر الاعلاف مرتفعه الانتاجيه. ده مجهود علشان يبقى عندي زياده في انتاج الاعلاف عشان ادعم الثروه الحيوانيه بغذاء امن. ده مجهود بيقوم بالعلماء تطوعا لخدمه البلد والوطنيه. مردود؟ طيب هاخد قبل ما اسال السؤال ده استاذ محمد من البحيره. اتفضل. اتفضل يا فندم. اهلا بيك. انا عايز يا استاذ محمد. ايوه يا فندم سامعك. اتفضل. انا عايز البسيم الشحن. انت فين في البحيره؟ انا في زاويه غزال. فين؟ زاويه غزال. مركز ايه؟ مركز دمنهور. مركز دمنهور. ايوه يا فندم. انت اقرب حاجه لمركز دمنهور ايه يا دكتور مصطفى؟ اقرب حاجه سخه. تعرف تروح محطه سخه؟ نعم. محطه سخه قريبه منك؟ لا يا فندم مش عارف فين والله. كفر الشيخ. كفر الشيخ لا بعيد عني يا فندم. انت هتزرع كام فدان؟ انا هزرع 15 قراط. نعم؟ 15 قراط. 15 قراط. لو قراط واحد هنساعدك وهنتواصل معاك. الاعداد لو سمحت، الاعداد زملائي خدوا رقمه. خدتوا رقمه يا جماعه؟ طيب بعد الهواء على طول الدكتور مصطفى هيكلمك ونشوف اقرب وسيله نوصل لك بيها التقاوي. حاضر. عينيا الاثنين. بشكرك. لو انا بقول فعلا يا دكتور مصطفى لو هيزرع قراط ليه؟ الراجل ده هيبقى نموذج ارشادي في المكان اللي هو فيه. جاره النهارده هيقول له ايه التقاوي دي، انت جايبها منين؟ العلف اللي عندك شكله مختلف، طب ما يتشجع هو كمان بدل ما الارض فاضيه عنده فيزرع. فده دي نماذج ارشاديه جميله. احنا بنساعد الناس يا استاذ سامح علشان الناس تعرف ايه هي قيمه الاعلاف، وايه الباحثين دول مش قاعدين نايمين كده على ودانهم كده وخلاص، ده شغالين ليلا نهارا وبنطلع اصناف. عشان الهدف من الشغل ده كله ان عشان المزارع يعرف ايه الفرق ما بين البرسيم اللي بياخده من مركز البحوث الزراعيه قسم العلف والبرسيم اللي هو بيتزرع اللي بيتباع عنده في الاسواق واللي بيجيب، يشوف النظافه، يشوف الشكاره دي. النهارده واحد بيقول لي انا عاوز ازرع 5 قراريط، فالشكاره 20 كيلو، قلت له لا هندي لك لان انت 5 كيلو تزرع على 5 قراريط. هيجي الراجل يفتح الشكاره بالرغم ان المفروض ان الشكاره تتباع مقفوله عشان الشكاره دي مفحوصه وعليها بطاقتين، بطاقه متخيطه فيها وبطاقه جواها، وعليها الصنف واللط ونسبه الانبات وعليها كافه البيانات
بتوع الفحص بيحطوها، بنشوف انتاج كذا، محطة غربلك كذا، رقم اللط، نسبة الإنبات، النقاوة، كل البيانات دي بتوع الفحص حاطينها على الشكارة واحنا مالينا، بحيث ان لو حد خد شكارة وطلع فيها لا قدر الله مشكلة ولا اي حاجة نبقى عارفين ده جات من انهي محطة، انهي لط، ده انتاج قد ايه، متغربلة في محطة ايه. بس احنا بنطمن الناس، احنا عندنا يعني سلاسل ذهب مش برسيم، نقاوة فوق الوصف يعني. وانا ان شاء الله في الحلقه الجايه هجيب لك نموذج من الشكاير اللي هي مطبوعه على اساس ان برضو منعا ان حد يغش الشكاره او يقلد الشكاره ولا بتاع، طابعين عليها الصنف مطبوع، يعني اسم الصنف ده برسيم هلالي، ده برسيم جمزه واحد، ده جيزه سته، كل مطبوع على الشكاره ورقم اللط ومحطه الغربله وتاريخ الانتاج وكافه. طيب البيانات. انا دكتور مصطفى هعيد الكلام تاني لانه كلام مهم جدا. عندي زراعات مبكره، ارز او ذره او دوار شمس، والارض دلوقتي يا اما حصدت يا اما هحصد، عندي فرصه 70 80 يوم قبل ما ازرع الغله ان انا استفيد بالارض وازرعها برسيم فحل. الفدان حضرتك قلت لي بياخد 18 كيلو. 18 كيلو. الخدمة لازم يكون فيه حرت كويس. أيوة. ونسمد. علشان التسميد ده هيبقى للعلف وهيبقى للغلة، هيبقى للقمح بعد كده. طريقة الزراعة نفسها. طريقة الزراعة أنا بجيب بعد ما بتم تجهيز الأرض، أحرت الأرض في اتجاهين متعمدين وأسويها، ولو عاوز ليزر أليزرها عشان دي خدمة للقمح. اجيب بقى ابطر التقاوي، اجيب التقاوي معاها العقدين، اخلط العقدين بالتقاوي قبل الزراعه مباشره وقدام الري، وبعدين ابدر بقى في اتجاهين متعمدين. الكميه دي 20 كيلو ولا 18 كيلو، احط نص كميه التقاوي للفدان في حجري او في اي مقطف او اي واتيفر اي كان بيسموها، وابدر شمال جنوب في اتجاهين متعمدين، واجيب النص التاني وازرع الفدان كله ولا الارض ابدر المساحه كلها، واجيب النص التاني واروح عمليه شطرنج، ده بحري قبلي ده شرق غرب، يبقى انا كده ضمنت ان البرسيم متوزع في الارض توزيع منتظم. اذا كانت مساحه كبيره وعندي مقدره وعندي ستاره بظبط المزاريب بتاعتها على الزيرو، بحيث ان بيبقى التقاوي نازله سنتي سنتي ونص تحت التربه، ويبقى الغطاء عليها خفيف ومفيش حاجه بتغيب منها. ما عنديش ستاره او المساحات قليله، يبقى ببدر في اتجاهين متعامدين واروي ري بالراحه. يعني ايه بالراحه؟ خليها تشبع في الايه، في الريه بتاع الايه، بتاع الزراعه دي، وبعد كده اصرف الميه بقى، ما خليش بقى الميه تشبع يا دوبك، واصرف الميه واسيبها لحد ما البرسيم ينبت وتمام التمام ويطلع عند عمر 15 20 يوم. برش رشه بازجران على من سبع على عمر 17 ل 20 يوم، عشان لو الارض فيها حشائش عريضه، الارض فيها حمول، في اي حاجه يبقى دي نظافه. اجي بعد رشه البازجران ده بديها جرعه تنشيطيه عشان انشط العقد البكتيريه اللي موجوده على الجذر اللي هي بتثبت الازوت، ارديها يبقى رشه ازوت كده 15 وحده، يعني معناها نص شكاره نترات او تلت او نص شكاره نترات، شكاره نترات او نص شكاره يوريا، شكاره نترات او نص شكاره يوريا. طيب استاذ احمد من هنا اتفضل. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يخليك استاذ سامح، معك احمد الهرم من حماده قنيه. احسن ناس. الله يخليك. عاوز اشوف وجود في الارض الصحراويه او لا، وانا عاوز تقوم معي نص فدان. معلش الصوت بعيد فقول لي تاني يا حاج احمد. عاوز وجود زراعته في الارض الصحراويه. هل يجوز زراعته في الارض الصحراويه ولا لا؟ ومعك اللي كان وجوده وقال معي نص فدان، اجيب التقاوم منين؟ كم فدان؟ نص فدان. نص فدان، هل يجوز في الاراضي الصحراويه زراعته؟ يجوز. يجوز. طب هو في هنا يجيب التقاوي منين؟ هنا دي يبقى جنبه شندويل، محطة بحوث شندويل. ده بعيد عنه كام كيلو دي يا دكتور؟ بعيد كتير. سوهاج. ده بعيد يا دكتور. يبقى ابعت لنا بقى حواله 300 400 كيلو يا دكتور. ما انا بقول لحضرتك حواله وانا ابعت لك اللي انت عاوزه في حاج احمد في البريد. انت خلاص هتزرع؟ انت عندك نص فدان صح؟ نص فدان. يعني هو اللي هيحتاجه 10 كيلو. 10 كيلو. طيب. الاعداد هيديك رقم الدكتور مصطفى، وبرضه خدوا منه رقمه يا استاذه سهام، يعني خدوا رقم الحاج احمد
المتصلين خدوا ارقامهم مش ما تكتفوش. الدكتور مصطفى هيتواصل معاك ويقول لك تبعت حواله ازاي ويشوفوا طريقه يوصلوا لك التقاوي لغايه عندك. ما شكرا يا باشا. عينيا. انا بشكرك يا دكتور مصطفى. لا لا يعني ده يا جماعه انا عايز اكد على حاجه، ده عمل تطوعي اللي احنا بنعمله النهارده، وجهود الدكتور مصطفى والدكتور امل حلمي والدكتور علاء خليل النهارده دي ده عمل تطوعي، الهدف منه نشر هذه الاصناف وتنميه الثروه الحيوانيه. الحاج احمد بيقول لي انا ارضي ارض صحراويه. ارض صحراويه يعني انت هتروح المكان ده هتلاقيه قاعد بيفكر يزرع ايه ومش عارف يعمل ايه في الارض في التوقيت ده من السنه، وممكن يكون عنده ثروه حيوانيه بياكلها بالعافيه. تروح تقول له انت عندك كام حيوان؟ يقول لك انا عندي واحد ولا اتنين، ما انا مش عارف اكلهم. فما تستهونش بهذه الخدمه، على فكره هي خدمه جليله وعظيمه، ان انا اساعد انسان على الانتاج، اساعد انسان على توفير فرصه عمل استثماريه. هو الثروه الحيوانيه الفلاح اللي عنده حيوان او اتنين مش ده استثمار؟ مش ده مشروع الراجل ده هو اللي بيشتغل من خلاله؟ مميزات البرسيم الفحل كقيمه غذائيه. البرسيم الفحل كقيمه غذائيه يعني فوق الممتاز. اولا انا بحشه على 70 80 يوم، في الحاله ديت ان بيبقى ارتفاعه متر و20، وطبعا بيبقى مسطح، ما فيش بيبقى برسيم متر كده ويقف كده، ده عشبي فبيبقى مسطح. الكميه بتاعته دي البروتين فيه 13-14%، حيوان اللحم بيحتاج 13-14% بروتين، البرسيم الفحل فيه بروتين 13-14%، في الاي دي اف بتاعته 21-22%، الان دي اف 27-28%، يعني المواصفات بتاعته مواصفات قياسيه، فيه البروتين فيه كربوهيدرات فيه مينرالز فيه فيتامينات. يعني البرسيم الفحل زي طبق كشري، فيه يتاكل من غير لحمه ويتاكل من غير عيش، صح، ويقوم بكل الوظائف. وفي نفس الوقت احنا واجب علينا علشان نساعد المزارع انه ازاي هو يقدر يغذي الحيوانات بتاعته، واذا كان بيربي حيوانين يقدر يربي اربعه، يعني مش العمليه ان هو. وبعدين احنا عاوزين المساحه الارض بتاعتنا بتضيق عشان بندي فرصه للقمح، نزود القمح عشان الاعداد بتاعتنا بتزيد. طيب المساحه الصغيره دي احنا عاوزين نحقق الانتاجيه من المساحه الكبيره. طيب اللي كنا بنصحها زمان. بس معايا استاذ مصطفى من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازاي اخبار سعادتك؟ الحمد لله يا فندم. دلوقتي انا عايز ازرع برسيم فحل قبل الزراعه، قبل القمح ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انا عايز ازرع تقريبا حوالي 2 فدان او 2.5. ايوه. ده ياخدوا قد ايه تقاوي الفحل ده ويجيبها منين؟ الشرقيه. حضرتك فين في الشرقيه؟ من صان الحجر. من صان الحجر، اقرب مكان لي فين يا دكتور؟ هو زي ما بقول لحضرتك اي الارشاد الزراعي جنبك او مديريه الزراعه هتروح هتلاقي مديريه الزراعه في دكتور مصطفى، مديريه الزراعه في صان الحجر نفسها. ما انا بقول لحضرتك هتروح مديريه الزراعه، حتى لو ما لقيتش هتسال عليها، احنا باعتين لهم فاكس ومودين كميات هناك اللي هم محتاجينه. دي حاجة. الحاجة التانية لو انت برضو عندك حد في الارشاد او في الحملة القومية بتاع القمح، شوف الحملة القومية بتاع القمح وسجل اسمك، هتاخد التاو ببلاش، وفي نفس الوقت عشان انتظر يدوك صنف قمح كويس، هتبقى من ضمن المزارعين اللي بيجيبوا 30 و32 ارتب. هناخد رقمك وهنبلغه للسيد وكيل وزارة الزراعة والارشاد، بحيث لو التقوي متوفرة يوفرها لك على طول. لو انت عاوز تشترك في الحملة القومية للقمح تبقى عندك ميزة مزدوجة، هيبقى عندك اعلاف مجانا وعندك خدمة ارشادية ومتابعة، ففي الحالتين هتبقى انت المستفيد. ماشي بيه. تمام. بشكر حضرتك. استاذ يحيى من الغربية، اتفضل. دلوقتي ما فيش البحوث بتاع تمنود مثلا يا حاج يحيى؟ البحوث تمنود حاج يحيى، البحوث بتاع مركز تمنود سمنود يا حاج. بقول لك ايه؟ اتفضل. بتقول سمنود مالها؟ لا في بحوث سمنود، يعني مركز بحوث سمنود ما بقاش موجود فيها. مركز البحوث اللي في سمنود. ايوه في جنب سمنود في محطه بحوث الجميزه. الجميزه؟ الجميزه دي هتاخد منها البرسيم اللي انت عاوزه. يعني اروح الجميزه؟ في اروح على طول اخد مباشره ولا بس باسم الاول ولا بعمل ايه؟ لا انت هتروح مباشره، هتلاقي هناك الدكتور زغلول استاذ كبير، وهتلاقي الدكتور عبد العزيز بندق، تشوف الطلبات اللي انت عاوزها،
عندهم هيدوك ما عندهمش هم هيلبوها لك، هيوفروها لك ويقول لك تعالى خدها. ماشي يا فندم. يا استاذه سهام واستاذ عزيز، اي رقم اللي اتصلوا بينا النهارده عايزين نتابع معاهم الناس دي استفادت وزرعت ولا لا، مش مجرد مكالمه واحنا ردينا عليهم، لا الناس دي وصلت لها الخدمه، فخدوا ارقامهم بدقه علشان هنتابعهم تاني. يا دكتور مصطفى اتفضل. انا النهارده بزرع وعارف ان الزرعه دي سريعه 70 80 يوم وداخل على غله. هي حشه واحده. حشه. طريقه الحصاد هتبقى شكلها ايه؟ يعني انا بحش الحصاد يحصد زي ما عاوز، هو في الحش ده يوطي ايده عكس المالتي كات او المتكرر الحشات. بنقول له سيب 10 12 سنتي عشان النموات الجديده تطلع من ال 10 سنتي اللي انت بتسيبها دي او ال 7 سنتي دي، انما دي هي حشه واحده وانتهت. فيحش على الواطي يجيبها على الارض ما فيش مشكله، منه نظافه للارض ومنه زياده انتاج ومنه هياخد كم كبير قوي من الدريس او العلف الاخضر لو كان هو عاوزه. يحش بس هو 90% من اللي بيزرعوا برسيم فحل بيعملوه دريس. ايوه. لان اللي عنده فدان او فدان ونص او نص فدان زي ما انت بتقول، مش معقول هيقعد يوكل فيه، عنده حيوانين يقعد يوكل فيه 20 يوم. لا، هو بيحشه مره واحده بلق مره واحده وبعدين يجففه 3 4 ايام ويكبسه ويخليه وقت الحاجه ليه، بدل ما بيروح يشتري الاعلاف المركزه ويجيب ده الاعلاف. تعمله دريس ازاي بقى؟ قول لي كده واشرحها للناس بالراحه. الدريس سهل جدا ومن ايام القدماء المصريين بيتعمل. انا بجيب عنده جرن، ما عندوش جرن يستغنى عن ايرتين وينشر فيهم البرسيم، واذا كان الارض رمله او فيها اي حاجه يجيب بلد قش رز ويفرشها الاول وينشر عليها البرسيم. بلت القش الرز دي علشان ايه؟ انني ما خليش البرسيم يتخلط بالتراب او الرمل وبعدين يخش عند الحيوان. دي حاجه يجيب تاكل طازه زي ما هي على فكره. ما انا بقول لازم احافظ على نظافتها، مش لازم هتتغسل. لازم بالظبط كده، لازم احافظ عليها. وهو بيعمل والله كبس لمه بالدريس بالعشر بقفش الرز ماشي، ما لموش خلاص ما فيش مشكلة، وفي نفس الوقت يخليه يعرضه للشمس ويقلبه صبح وآخر النهار، صبح وآخر 3 4 أيام بس، يقلب في وقت ما يقلبش وقت الظهيرة، يقلب في الندى بحيث إن أحافظ على كمية الورق، البروتين كله في الورق، يبقى أقلب بحيث إن أنا ما فقدش. وأجي في الآخر بعد 3 4 أيام أسبوع عندي مكبس أكبسهم، ما عنديش مكبس أقومهم تحت شجرة أفرش عليهم برضو شوية بلتين قش رز علشان إيه الشمس ما تأثرش عليهم، وأوكل حسب الطلب. أنا معايا فلوس، هي دي فلوس المخزونة، إن هو بدل ما يجيب على أعلاف مركزة، لا أنت عندك الأعلاف المركزة، إحنا ده مشروع قومي وإحنا لازم نساعد بعض ونساعد المزارعين، إزاي يغذي، إزاي ترشيد الاستهلاك، يعني في عادات كتيرة المزارع بيعملها إحنا في غنى عنها أو هو في غنى عنه. يعني زمان كان المزارع يجي يحش ويرمي قدام الحيوان، يحش ويرمي قدام الحيوان، طيب هو الحيوان بيستفاد منه قد إيه؟ زي الإنسان بالظبط، أنت بتاكل لحمه ولا بتاع، جسمك ما بيستفادش الا بجرامات 50 جرام، لو كلت كيلو هو ما بيستفادش الا، يبقى انا اديله اللي يستفاد منه، وبدل ما اغذي حيوان لا اغذي 10 حيوانات. صح. استاذ عبد النبي من البحيره اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذنا، انا عايز من الباشا اللي بيتكلم ده دكتور مصطفى، حضرتك دكتور محمد يقول يعمل البلد بحاله بتجاوز برسيم اللي بنتكلم عنه دي، تبقى عامه البلد تاني حواره ونستنى. لا ثواني يا حاج عبد النبي بعد اذنك، يا حاج عبد النبي بتقول لي عايز ايه من الدكتور مصطفى؟ ان هو يقول ايه؟ عايز التجاوز تعم الجمهوريه. واحنا بنعمل كده دلوقتي اهو، احنا التقاوي موجوده، احنا بنمطمير. انا اول مره نعرف نوع البرسيم اللي هو بتكلم عنه. لا ده انت مزارع طبعا ما شاء الله ابدا عن جدا مزارع والله، ما تقطعش ايدينا يا باشا. لا ايه؟ مزارع. ربنا يا رب يديك الصح. انت انت يكرمه. انت فين بالظبط في البحيره؟ انا في ام مطامير في البحيره. اقرب حته، اقرب مكان لي فين يا دكتور؟ السخا. سخا قريبه منك؟ نعم. محطه سخا قريبه منك؟ كفر الشيخ يا راشد، محطه سخا دي على الصحراوي بعيد عنها. لا لا مش على الصحراوي، محطه سخا قريبه من ابو المطامير. قد ايه يا دكتور؟ ما عندناش محطات يا باشا. طيب. احنا ما عندناش محطات. انت عايز التهاوي ده يا حاج عبد النبي؟ غربابه ولا يحيى. حاج عبد النبي عايز التقاوي دي؟ عايز التقاوي. هتزرع كام فدان؟ هنزرع فدانين. فدانين. الاعداد خد رقمك؟ ماشي. يا جماعه خدوا رقمه
وادي له رقم الدكتور مصطفى. بشكرك يا حاج عبد النبي. عايزين نوصل للناس اكتر. ماشي، في اكتر من، انا عارف انت مش متاخر على حد بصراحه، احنا مش متاخرين، ومناشد يعني ده برضو واجب وطني وقومي قبل ما اي حاجه، عشان احنا عاوزين الانتاجيه بتاع الاعلاف دي الناس تعرف الانتاجيه الحقيقيه. الراجل ده اللي بيكلمني ده مزارع ابا عن جدا، ما انا بقول لحضرتك بيقول لي ايه، اول مره اسمع عن الاعلاف اللي انتوا بتتكلموا عليها دي. ليه اول مره؟ كلمه صعبه. ما هي هو هيعرف بقى الاعلاف دي ويزرعها، ياخد من مركز البحوث الزراعيه ده وياخد ويزرع زي ما هو بيزرع. شوف متوسط الانتاج بتاعه 30 وال 35 طن، غير الاصناف بتاعتنا هتجيب له فوق 55 60 طن. يبقى الاعلاف موجوده، بس هم الناس ما بتطلعش كله، كل واحد ممكن عاوز يتقي من الزراعه بتاعته. ممكن يتقي بس سنه واحده. لو هو واخد الصنف بتاعنا كويس. ايوه، زي بالظبط السلالات الاجنبيه دي، لما بجيب الحيوان حامل وباخد منه وممكن اكثر منه سلاله، بيبقى لازم اديله بقى التلقيح الصناعي وبتاع، واجيب الايه اللقاحات العاليه وهكذا. هو ده بالظبط زي كده تربيه داخليه، بدل ما يقعد بقى من نفسه يربي 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 ليه؟ طب ما هو الناتج بتاعه يبيعه ويجيب بالقيمه بتاعته من كل سنه من مصدرها. كان الرئيس الموسم الماضي المزارع اللي بياخد التقاوي بتقول له خد معاه عقدين. عقدين، بكتيريا العقدين. ليه؟ دي بيخلط الفدان له كيسين عقدين، المرة الجاية برضو أجيب معايا نماذج منها كده. ده بيثبت الأزوت، العقدين دول بكوباية مية كده فيها ربع كيلو سكر أو 200 جرام سكر، وأخلق وأدوبهم وأحطهم على العقدين، أحطهم على محتوى الشكارة العشرين كيلو للفدان وأخلطهم مع بعض، عشان كل بكتيريا تلزق بالبذرة فبتخش في الأرض بتعمل إيه، بيديها بوش بقى دفع في الإيه، في الإنبات، بتساعد الانبات والكرسي بيطلع كويس. وكيسين ب 40 جنيه يعني. هنطلع فاصل. ماشي، فاصل سريع نستقبل بعض الزراعة. وش بسم الله الرحمن الرحيم. ملف الاعلاف الخضراء هو انا اكتشفته. احنا بنتكلم دايما في ملفات الزراعه، واثناء الحديث فوجئت ان احنا عندنا كنز مش مستغلينه، مش مستفيدين بيه. ومن خلال المداخلات الهاتفيه اللي احنا بنسمعها سوا، مزارع بيقول لك ان اول مره اسمع عن الاصناف اللي انتوا بتتكلموا عنها، فده ما يصحش. الحمله القوميه للقمح انا عايز اشكرهم، لان هم ابتدوا من العام الماضي ولا من اكثر؟ لا، ده بادئين من رغم 10 سنين. 10 سنين. وبالرغم من كده برضه كانت الكميات قليله، الموضوع ما انتشرش. بس ابتدينا. الحمله القوميه عملت ايه؟ قبل ما نزرع قمح هم عندهم حقول ارشاديه، فبيستلموا الحقول الارشاديه اللي جاهزه للزراعه. الراجل ده خلاص عنده ارضه فاضيه وعمل عمليات الحصاد بتاعته، طيب احنا هناخد منك الارض او هنبتدي الزراعه في الارض. يزرعوا الاعلاف الخضراء او البرسيم الفحل في الاول بالتقوي مجانا، الخدمه مجانا، الدكاتره والباحثين موجودين في الارض. يجي يوم الحصاد، شوف انت النهارده كمزارع انت ما تكلفتش اي حاجه، ده تقاوي وخدمه، وانت دي ارضك، طلع لك الانتاج ده بتاعك. ابتدينا بقى نزرع القمح. ده دور الارشاد يا جماعه. الارشاد الزراعي هو الزراع الطوله لوزاره الزراعه داخل الاراضي الزراعيه. الارشاد الزراعي النهارده فكر جديد، معلومه بتتنفذ على ارض الواقع بصوره جديده. لان في ناس كتير يقول لي هو فين المرشد الزراعي؟ عاوز اقول لحضرتك احنا اتغيرنا. لو عملنا مقارنه ما بين اليوم والامس، شكل الاراضي الزراعيه اختلف، الحيازات تفتتت، طبيعة المزارع والأصناف اتغيرت. فالنهاردة أنا بقى عندي طريقة جديدة أوصل بها المعلومة للمزارع. ده الدور اللي بيقوم بالإرشاد الزراعي. الحاج كارم من الغربية اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله يا دكتور مصطفى، بيسلم عليك. الله يسلمك يا دكتور. كيف حالك يا أخي؟ اتفضل. احنا عايزين نسال على البرسيم الرماح، حضرتك رماح واحد نزرع منه في الارض جيده يعني كويسه هنا وكده. الارض عندك تقيله كويسه؟ ارض جديده حلو. برسيم رماح، رماح واحد ده برسيم، ده نوع من برسيم الحجازي. وبعدين انت حضرتك في الدلتا ليه هتزرع البرسيم الحجازي في الدلتا؟ البرسيم الحجازي هيريحك اربع خمس سنين مفيش مشكله، وهيطلع معك وعندك الارض غمر. البرسيم الحجازي بيوجود في الظهير الصحراوي، طريق مصر اسكندرية على الصوت الغربي، الواحات البحرية، واحة سيوة، الواحات اللي هي اللي فيها الري بالرش. هي الأرض،
انا بقى مشجرين فيها شويه نخل وكده يا دكتور وكده يا دكتور. ماشي ما فيش مشكله، هو البرسيم هيجود، بس انت البرسيم ما هتزرعه عندك في الوادي، انا من وجهه نظري خساره. ازرع برسيم فحل، ازرع برسيم مساوي، وازرع قمح مع النخل، ده هيجيب لك اكتر من البرسيم الحجازي. احنا بنقول البرسيم الحجازي في الظهير الصحراوي، انما طيب. انت في الوادي هتزرع برسيم حجازي ليه؟ ازرع اللي يعجبك. بالاضافه ان البرسيم الحجازي لما بيتروي غمر بيصاب بفطر الفيرتيسيليوم، فبتبص تلاقي اعطاء انتاجيه اول سنه كويس وثاني سنه، وبتبص تلاقي بقى نتيجه الرطوبه الزياده. عاوزينه سنتين وخلاص يا دكتور، مش مشكله. عاوز ايه؟ يعني ممكن يشتغل بيه سنتين وخلاص. ماشي مفيش مشكله، البرسيم موجود في مركز البحوث الزراعيه في قسم البحوث محاصيل العلف، تعالى خد ازرع اللي يعجبك، مفيش مشكله. بس انا بقول لك نصيحه لوجه الله، وانت اللي يعجبك هتزرع. بص الدكتور مصطفى بيقول لك هو يجود، لكن انت هتعطل ارضك اربع خمس سنين، ده وجهه نظره. هو يجود وهيديك انتاج، بس قال لك برده كمان الري بالغمر هيسبب فيه اصابات فطريه. فالصح او العلمي ان انت يبقى عندك البرسيم الحجازي، البرسيم انا اسف، البرسيم الفحل، البرسيم المساوي. هيبقى عندك عدد من الحشات، ويبقى في تجديد بقى للتربه، لان دي اراضي خصبه في محاصيل كتيره ما تجودش في الاراضي الصحراويه، لكن تجود في الاراضي الخصبه، فاحنا ممكن نستغلها في كده عشان يبقى مصنع الغذاء بتاعنا مستغل. الاراضي الصحراويه ليها محاصيلها، اراضي الدلتا ليها محاصيلها. دي وجهه نظر الدكتور مصطفى، بشكرك. مواعيد الزراعه بالنسبه للاصناف الاخرى، احنا هنبتدي الموسم الشتوي بتاعنا امتى بالنسبه للبرسيم؟ احنا دلوقتي بنجهز الغربله، تمت الحمد لله في كل اصناف البرسيم المستنبطه من قسم بحوث محاصيل العلف. ودلوقتي بتتفحص في اصناف طلعت نتيجه الفحص، وفي اصناف تحت الفحص لسه اللي هي بتتغربل. يعني كل الاصناف عندنا خلصت، سرو واحد خلص، سرو ثلاثه خلص، هلالي خلص، سخ أربعة خلص، اللي عندنا اللي ما خلصش دلوقتي جميزة واحد في الغربلة، في محطة الغربلة، فلسه يعني تلات أربع أيام هيكون خلص برضو ومتعدل. يعني التقوى بتاعتنا جاهزة؟ إحنا جاهزين، الناس بتزرع في النص الأولاني من شهر تسعة وبداية من شهر تسعة، إحنا بنبقى جاهزين قبل ميعاد الزراعة بأسبوعين على الأقل. إحنا جاهزين، اللي عاوز برسيم دلوقتي، في ناس بتيجي تاخد برسيم، اتفضل يجي ياخد برسيم، مفيش مشكلة. إحنا بنكرس جهودنا والقسم بيكرس جهوده وكل الباحثين على أساس إن إحنا نبقى جاهزين بالتاوي دي، عشان التاوي دي عاوزين نزرع مساحات البرسيم عشان تدينا الكم اللي كنا. احنا مساحه البرسيم دلوقتي حوالي 1.2 مليون فدان، في الماضي من 10 15 سنه كانت 2.5 مليون فدان، فاحنا عاوزين نحافظ على الانتاجيه اللي كنا بنجيبها من ال 2.5 مليون فدان، نجيبها من ال 1.2 ولا 1.3 مليون فدان برسيم، بحيث ان احنا نخلي ندي فرصه للقمح انه يستغل المليون فدان ده ولا اكتر، ان هو يساعدنا عشان نقلل الفجوه الاستيراديه بتاع القمح. انا عايز اقول على حاجه، من 10 سنين دكتور مصطفى بيقول لي كنا بنزرع 2.5 مليون فدان، وكنا برضو بنعاني من ازمه في نقص الاعلاف الخضراء. يعني احنا كنا بنزرع 2.5 مليون فدان وكنا بنشتكي، وكان الفلاح في الوقت ده يقول لك ايه، اصل ما فيش علف. من 10 سنين انا عاصرت الوقت ده مع المزارعين، وكنت بنزل اسجل معاهم وبتكلم معاهم، يقول لك انا النهارده هاكل ولادي ولا هاكل المواشي بتاعتي. ليه يا حاج؟ يقول لك ما هو العلف بقى غالي ومش موجود. وفي الوقت ده كنا بنزرع 2.5 مليون فدان، دلوقتي احنا بنزرع 1.2 مليون فدان. عدد الثروه الحيوانيه في مصر زاد، يعني احنا دلوقتي عدد المواشي والمربيين، وعندنا مشروع البتيلو بقى عندك مواشي اكتر، لكن الانتاجيه اختلفت. الانتاجيه الفدان تضاعف انتاجه الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل علمائنا وابحاثهم. احنا دلوقتي عندنا ابحاث علميه وسلالات تم انتاجها، واصناف جديده تم استهجانها، هجوم جديده بتديني انتاجيه اعلى. يبقى انا كفلاح استفيد، بدل ما كنت بكسب جنيه النهارده انا ممكن اكسب ثلاثه من نفس وحده المساحه، وبنفس او ممكن بتكلفه اقل، بس اطبق العلم. هو في حته كمان، طب قبل دي احنا معانا مين من هنا؟ حسن. يا حسن اهلا مع الباشا. يا اهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك طيب. مع الباشا، كل سنه طيب مع الباشا. اتفضل. انا كلمتك كتير قبل ده يا باشا. امرني. لا امر عليك عدو. البرسيم الفحل ده يا باشا هو البرسيم الخزوف.
برسيم الفحل هو البرسيم الخازوق؟ هو انا ما اعرفش المسميات. نحن عندنا هنا يجيب حشه واحده يا باشا. هو بيجيب حشه واحده والبرسيم الفحل ده اللي هو اللي انت بتقول عليه ده، اذا ما كانش فيه تفريع، اذا كان التفريع بتاعه من علوي يبقى هو اللي انت بتقول عليه، اذا كان في تفريع سفلي من اسفل لا يبقى ده مساوي. لا يا باشا في تفريع علوي يبقى هو البرسيم الفحل. هو ده البرسيم الفحل. هو البرسيم الفحل. بتجيب التقوي بتاعته منين يا حسن؟ موجوده عندنا يا باشا، معنا زراعه في القمح نطلعها تقوي مع القمح مع الحمله القوميه. طب ايوه هو لا. هو ده. انت زرعته قبل كده يا حسن؟ زرعت يا باشا، كل سنه بزرعه. انت انتاجه كويس معاك؟ انتاجه كويس عالي. حلو، انا عايزك تقول الكلام ده عشان الناس تسمعك، اصل الفلاح الناس هتصدقه اكتر مننا. لا يا باشا احنا زارعينه عندنا في مركز ابو قشطه، هناك معايا في الزرع بقى 50 فدان كل سنه 100 فدان. هو تمام، بشكرك يا استاذ حسن. بشكرك. البرسيم اللي هو بيقول عليه عم حسن ده بيزرع اثناء بيزرع في القمح، فبيحط في القمح حوالي قدح او 2 3 كيلو يبضرهم كده. طبعا ما بيتحشش، فبيجي يحصد القمح، هو ما بيكونش يتحش خالص، فبيجي يحصد القمح، الغله بتنزل من قدام وهو بينزل من تحت الهوايه كده، فبيلموا على اساس ان ده حشه، هو حشه واحده، فبياخده يعني هو كتر خيره والفكر بتاعه كويس. هو بيتاخر معاه كمان كده، هو بيتاخر معاه، انما هو صبر ان هو حشه واحده، ان هو يزرعه ويحصده قبل القمح. ايوه بالظبط. انما هو بيسيبه على القمح ويفضل يكمل عادي. يفضل يكمل عادي، ما هو ما يقدرش ينقيه من القمح. هو زرع الاثنين مع بعض. هو زرع الاثنين مع بعض، يحط 2 3 كيلو للفدان كده يرشهم ويسيبهم بقى، يعني في ناس بحط كيلو ونص 2 كيلو ويسيبه لحد حصاد القمح. برسيم طبعا بيظهر وبتاع وهو ما تحشش، فبيعتبر ان هو ما تحشش، ده حشه واحده ويفرع التفريع بتاعه من عام. بس طبعا ما تطبقش عليه برامج التربيه اللي احنا بنعملها. هو ما تعبش في اي حاجه. ايوه كل عمل جابه. ايوه حطه مع تاول بس. انما طبعا هدف له 3 4 كيلو في الفدان. ما فيش تربيه زي التربيه بتاع القسم المتخصصين في قسم بحوث محاصيل العلف. ايوه. التعاون اللي تم بينك وبين الارشاد كان في شكل ايه؟ والله السنه اللي فاتت صح؟ الارشاد طبعا كانوا بيتعاونوا معانا، ان احنا كنا بنبعت في الارشاد الزراعي في المحافظات وهم بيوزعوا التقاوي وبيعرفوا الناس اللي هم خدوا التقاوي ده كذا، بالاضافه طبعا بتاع الارشاد هو اللي ماسك الحمله القوميه بتاع القمح، فكان سلاح ذو حدين، اللي ما يفضلوش من الحمله القوميه بيجي ياخد له من ايه؟ من عندنا، او اللي بيخدم الحمله وفي نفس الوقت بياخد من عندنا. تمام. انما احنا الهدف من لا اللي انا اقصده، يعني انت النهارده في الارشاد انا لو روحت اسال هلاقي تقاوي موجوده عندهم ولا هيجيب لي على الطلب بالطلب اطلب؟ لا هو في محطات محافظات كبيره زي الدهليه يعني طالبين حوالي 10 طن، يقول لك انا عاوز 3 فحل، عاوز 4 هلالي، عاوز 2 جميزة، بيروحوا له على طول عشان دي محافظة كبيرة، فمن المحافظات الكبيرة الدقهلية والشرقية والبحيرة، دول أكبر 3 محافظات، فبيجي بياخدوا، وفي نفس الوقت إذا كان هو بيوزع 10 فبيطلب 8، بيضمن إن هم بيخلصوا. أستاذ عادل من الشرقية اتفضل. حاج عادل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عايز ازرع البرسيم في حالي. تمام، ارضك فاضيه دلوقتي؟ وطي التلفزيون او ابعد عنه. وطي التلفزيون شو حاج عادل. ايوه معاك. الارض فاضيه؟ الارض فاضيه. مساحه قد ايه عندك؟ الارض فاضيه بتاع فدانين ونص. ما شاء الله. انت فين في الشرقيه يا حاج عادل؟ يا حاج عادل ابعد عن التلفزيون لو سمحت. حضرتك فين؟ ارض يابليه يعني كده. انت فين في الشرقيه؟ انا في مرضى في الحسينيه. في الحسينيه، اقرب حاجه للحسينيه ايه يا دكتور؟ كفر حمام. كفر حمام تعرف تروح؟ لا كفر حمام بعيد. بعيد عليك. سيب رقمك مع الاعداد، طب سيب رقمك مع الاعداد والدكتور تمام. مصطفى هيكلمك بعد الهواء على طول، وخد منهم ما تقفلش. انا عايز اسال الدكتور مصطفى على حاجه. اسال طبعا، اتفضل. عندي الارض فيها ملوحه. الارض فيها ملوحه، هي مطرح كوسه. ايوه مطرح كوسه. ايوه فيها ملوحه. والكوسه كانت طالعه زرعه كويسه؟
كان الزرع على 100 100. تمام طبعا. ينفع بقى يزرع فيها برسيم فحل؟ ينفع يزرع فيها برسيم فحل بس انت حللت عشان بس يبقى الكلام مجيز. الكلام يبقى كلام علمي وموثق. انت حللت الملوحه ولا بتقول ان هي مالحه كده وخلاص؟ لا انا ما حللتش، بس هي الارض باين عليها فيها ملوحه. لا هي اذا كانت الارض مظهره كده عندك الصرف، عاوز الصرف بتاعها يبقى كويس، اعمل لها مصارف وبتاع، انما ما تقولش ملوحه. هي الكوسه تتحمل ملوحه قد ايه؟ ما بتتحملش. انا بزرع طيب ما دام طلعت عنده كويسه يبقى هي مش مشكله ملوحه. مش انا سالته عشان كده الكوسه كويسه ولا لا؟ كويس. ده اللي انا يعني ده الهدف من سؤالي. بقول لك ايه يا حاج؟ اتفضل. الدكتور مصطفى بيقول لك اتاكد الاول ان انت عندك نسبه ملوحه ولا لا، لان ممكن يكون دي اعراض ثانيه. فاحنا هنتواصل مع الاداره الزراعيه ومع الارشاد الزراعي، حد يجي يعمل لك زياره. وبالنسبه للتقاوي خد رقم الدكتور مصطفى، والاعداد هياخد رقمك يديهوله برضو عشان يتابع معاك التقاوي توصل لك ازاي. تمام. بشكرك. الارقام مهمه لزملائي. عايز تقول ايه للمزارعين دلوقتي؟ احنا بنختم الحلقه تقريبا. يعني بقول لهم دلوقتي اللي عاوز هيزرع برسيم فحل يجهز نفسه او يقدم على شراء التقاوي سواء من الجيزة أو من محطات البحثية المختلفة. أستاذ الدكتور مصطفى عبد البواد، أستاذ الأعلاف بمعهد بقسم الأعلاف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أشكرك ونورتني. اللهم بلغت، اللهم فشل. يا جماعة احنا دلوقتي عندنا أصناف جديدة من الأعلاف، أضعاف الإنتاجية اللي احنا متعودين عليها، فيها مردود اقتصادي كويس، فيها فايدة وعائد للتربة علشان احنا داخلين على موسم شتو وهنزرع غلة وعايزين الأرض بتاعتها تبقى خصبة. بنقوم بمجهود كبير جدا بصراحة. هو مش مجهودي، هو مجهود علمائنا بمركز البحوث الزراعية عشان يوصلوا لغاية عندكم. استغلوا الفرصة دي. شكرا وإلى اللقاء.